فرديناندو، لا تنكري فأنت من تعجبه. ثم لا يجيد الرقص، يبدو لي أن قدميه من حديد ويبدو أنه غبي، لكنه ناجح جدا مع صديقاتنا. نعم الكثيرات أعجبنا به ويقمنا بمغازلاته، لكنه معجب بك، لا يتكلم إلا عنك. أحقا لا يعجبك؟ تعرفين كيف أنا بيلي؟ أنت غريبة، لكن أظن أنك مغرمة بالصبي. مجنونة، تفعلين هكذا لتري إن كان بإمكانك الوثوق به. لا تكوني عنيدة، أنا لست مغرمة، كنا قد اتفقنا أن توقعي أنت به. سأصبح عجوزا ولن أنجح. عفوا، ماذا تفعل هنا؟ قلت انتظرني هناك. لقد تأخرت كثيرا. أنتما غضبان؟ لا بيلي، على العكس. عيناندو، لقد أغرمت بالفتاة الأصعب مراسا، تيتا لا يعجبها أحد ولا أحد أبرع منها بالمضايقة. أرجوك كفى بيلار، لا تسخي إليها ناندو. لا تقلق ناندو، فأنت تروق لماريا دي لوس أنجلس، لم أرها يوما متحمسة مع شاب كما أراها معك اليوم. لكن لما يزعجك هذا الوضع سيدتي؟ ناندو لا يناسبه الآن أن يفكر بشيء آخر سوى بدروسه. المسكين لم يحظى يوما بحبيبة، والآن هو متحمس جدا للفتاة التي تكلمه. أخبرك عنها على ما أظن، إن كنت لا تريدين أمنعه أن يعيرها أهمية. لا 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 أجريبينا، الأمر لا يستحق الجهد، لكنني آمل ألا يهمل دروسه ومن أجل شابة. طيب أتركك أجريبينا وأراك غدا. إلى الغد، باركك الله سيدتي. هل من مشاكل بسبب الفتاة؟ نعم يا صاح، السيدة لم يعجبها أن يحظى ابنها بفتاة. أتنكرين ذلك؟ ألا تتفوهي بحمقات؟ أنا أقول الحقيقة. لا تصدق ما تقوله، لا تصدقها بتاتا. ضايقتها؟ شعرت بالإحراج لأن إعجابها أصبح مكشوفا، لا تحب أن يعرف الشاب أنها معجبة به. لا لا يمكنها ذلك أبدا، بالكاد نعرف بعضنا. أنت تعجبها كثيرا ناندو، صدقني. حقا؟ حقا ناندو، حقا. أنا أرقص بيلي؟ لكن حسنا. ماريا ابنة الحي تسعى إلى مشكلة كبيرة مع السيد ليوس فرناندو. تثرثرين مجددا كارلوتا، أنت لا تعرفين ما الأمر فيليبا. هذا لا يهمني. ماريا ابنة الحي توقع نفسها في مشكلة، تصوري أنه كان لديها طقم جواهر قيم قدمه لها السيد ليوس فرناندو وقد باعته أو رهنته. وإن فعلت هذا فالجواهر لها قدمها لها السيد ليوس فرناندو. بالتأكيد حصلت على القليل مقابل الجواهر لتعطيه لذلك المتسكع الذي تعيله. وما أدراكي. أنا أرجوك فيليبا، في هذا المنزل أعرف كل شيء. وتختلقين كل شيء. غير صحيح، يمكنك اتهامي بالتطفل بالثرثرة بطول لسان وبكل ما تريدينه، ولكن بالكذب لا، كل ما أقوله صحيح وتأكدت منه بعيني وأذني. ودعيني أخبرك أن الجواهر التي كان يطالب بها ماريا. أسكتي أسكتي، لا أريد أن أسمعك أيتها الثرثارة، كفى. ألن ترقصي؟ هل تشاجرت مع الغبي؟ هل تركتماني وشأني؟ أشعر أنك غيورة. الغبي يرقص مع الذي وقد تخلى عنك. مزعجان. هذا رائع جدا، حقا مذهل ناندو، أنت خارق. سوف أدعوك إلى عيد ميلادي، لكن أعطني رقم هاتفك أرجوك. أطلبيه من ماريا دي لوس أنجلوس، هي تعرفه. لا تكن فضلا، لا تريد أن تعطينا الرقم؟ الرقم جديد ولا أذكره أبدا. حسنا حسنا، لديك رقم هاتفي، اتصل بي ساعة تشاء. أنا أيضا. طبعا حسنا، أعطني الرقم. شكرا على التوصيلة. ها حتى لك بطيبة خاطر، أنت وسيم جدا. الآن علي أن أنزل إلى اللقاء. هيا لنها لنها للواحد اثنان ثلاثة ما الأمر؟ أعشق ماريا ابنة الحي يخرج على هواها عندما لا تكون هي. لو رأيت الفتيات اللواتي كنا يغازلنه ويقبلنه هناك. إن كان يخونها أفضل، نبتزه هو أيضا حبيبتي. أتصوره لا يملك سوى ما تعطيه إياه ماريا. جيد، هكذا نبتزه كي لا تعرف هي أنه يخونها مع الفتيات.
بني. لقد عدت. حبيبي باركني على ربي. باركك الله بني. انظري عزيزتي، انظري كم يبدو سعيدا. لقد حققت نجاحا في الحفلة، لقد سمعنا التهليل إلى هنا. تعال تعال تعال. هل كان التهليل لك بني؟ نعم استمتعت كثيرا وقد رحبوا بي جيدا. أوصلتني الفتيات في السيارة حتى الباب، هن من كنا يهللن لي فكلهن فتيات. أوه هذا مذهل. قل لي بني، رقصت كثيرا؟ في البداية لا، لأنني شعرت كأنني من كوكب آخر، لكن بعدها ما عدت أهدأ لحظة عن الرقص. ولا سيما مع ملكة المنزل التي تدعى بيلي، لكن الأخرى التي دعتني كانت جدية جدا. حقا؟ مع أنها ناعمة لقد تغيرت. أتعرفني ما قالته لبيلي؟ إنني أعجبها وإنها مغرمة بي. طبعا أنا لم أصدقها، فمريض لس أنجلو جميلة جدا ولابد أن المعجبين بها كثر. لكن يمكن أن تكون المفضلة لديها ناندو. تأكيد؟ ها عرابي لا تدخل هذا في رأسي كي لا أتوهم لاحقا بالأمر. لكن اسمع بني، لن تهمل درسك من أجل أي فتاة. لا طبعا لا أمي، فهذا أشبه بأذية السيدة التي تفعل الكثير من أجلي. حسنا لنرى أن كانت تيتا سوف تكلمني. ولكن لم تتصل بك فأنت لن تموت؟ لا ولكنني سأحزن كثيرا. لا مستحيل، لن تتعذب بهذه السرعة من أجل امرأة بالتأكيد. أعرف أنني ما زلت صغيرا عرابي، لكن أظن أنني عندما أحب فتاة وأختارها كحبيبة علي أن أحبها بصدق وإلى الأبد. لم تنجح الخطة. أواثقة أنت أنه الشاب الذي تفكرين به؟ نعم طبعا أنستي، حتى أنه كان على وشك أن يعترف بما يعجبه بوالدتي. إنها لمشكلة خطيرة، لا أصدق أن تتورط سيدة كأمك بأمور كهذه. وأنا واثقة، وبسبب حب الكبير لوالدي علي أن أفرق ذلك الشاب عن والدتي. لو أنك ترينه جيدا أنسة فيرونيكا، لا يبدو كما يظهر، يبدو بريئا جدا، متواضعا، طيبا، ولكنه خبيث. اسمعي تيتا، ما رأيك برحلة إلى الخارج مع أمك؟ لا أعرف لماذا استخدمت لي الفتاة. لأنك عاجزة عن القيام بشيء، فلا تجادلي. لا أحترم من فضلك. إن كان كذلك سأصمت. أغريبينا أريد أن أطلب منك شيئا. كل ما تريدين. الأمر الأول، لا أحد إطلاقا يجب أن يعرف أنني أحمي نانديتو أو أنني أزوركما كل يوم، مع أنني منذ الآن لن آتي بشكل يومي. لديك مشاكل؟ بل قولي، مشاكل كبيرة، وأرجوك عبر سلطتك كأم واعية ألا تدعي ناندو يهمل دروسه وفروضه. لا تخافي سأفعل. أنا لا أريد أن يكتشف زوجي وابنتي شيئا وإلا سأضطر لاختلاق الأعذار. أنت تعرفين أن هدفي هو ناندو، لهذا إن جاء أحد إلى هنا يسألكم وكان يهتم لي أن يعرف. أطلب منك أن تلتزمي الصمت أرجوك يا أغريبينا. اطمئني سيدتي. وأرفض أن يتكلم ناندو عني مع أحد، فأنا أعرف كم يشكروني، لكنك تعلمين مدى ظلم الناس، وهم عندما لا يفهمون دوافع الإنسان يفكرون دائما بالسوء، وما أكثر الذين يحبون الثرثرة. لهذا أغريبينا من الضروري أن يبقى كل شيء سرا بيني وبينكم. أرجوك. سوف تسافرين إلى أوروبا برفقة أمك وأبيك، هكذا تجبرين أمك على الابتعاد عن ذلك الشاب. بابتعادها عنه قد تنسى هذه الحماقة. نعم إنها فكرة جيدة. اليوم سأحاول إقناع والدي بأن نسافر جميعنا إلى أوروبا. تفضلي. مرحبا روبرتا. مرحبا تيتا، جئت ترين أباك؟ نعم أهو في مكتبه، سأبلغه في الحال. لا أريد أن أفاجئه. ما تفعلين هنا؟ جئت أتكلم معك أبي. رأيتي بوجهك هذا تعودين ابنتي؟
هكذا أحب أن أراك دون عبوس. أريد أن أطلب شيئا. أطلبي. بعد رؤية هذا التغيير أنا مستعد لمنحك كل ما تريدين. أتقسم بالله؟ طبعا أقسم. أريد أن أطلب منك أن نذهب إلى أوروبا، أنت وأنا وأمي. ¡Vamos!